السلام عليكم. واش سبق لك صايبت سي بريزونطاسيون ديال باوربوينت بالشات جي بي تي؟ معك مراد، تبع معايا هاد الفيديو هادي حتى الاخر وغادي نوريك كيفاش تصايب بريزونطاسيون بالشات جي بي تي باسهل طريقه ممكنه. دونك اول حاجه غادي تفتح واحد البريزونطاسيون خاويه في البي سي ديالك وغادي لهنايا الديفلوبر. الا ما كانش عندك هنا ديفلوبر غادي تكليكي هنا بلا توش دروات في هاد الريبون وغادي دير كاستمايز للريبو. غتجي لهنا لهاد الديفلوبر الا كانت عندك مديزاكتيفيا غادي تاكتيفيها. بعد ما تاكتيفي ديفلوبر في البي سي ديالك تبارك هنا في ديفلوبر غتجي الاد انز غتجي الستور وغتقلب على تشات جي بي تي سيرش. غتجي لهاد تشات جي بي تي فور باوربوينت وغدير لها اد كونتينيو. كيتزاد لك هنايا هاد البلوغين ديال اي اي. كتمشي لهاد كرييت فروم تكست كدير هنايا السبجكت اللي بغيتي تسكري عليه دير عليه البريزونطاسيون ديالك. دونك بالنسبه لي انا غادي ندير واحد البريزونطاسيون على الطاقات المتجدده ولا نقولو جينيريت بريزونطاسيون بريزونطاسيون اباوت renewable energy. دونك لانجويج ديالي نخليها انجليش ونخليها 7 ديال لي سلايد. ندير كونتينيو. دونك هو قد لي هنايا لي سلايد ديالي. كيطلب مني واش غادي نزيد شي سلايد وحده اخرى. دونك انا غادي نكمل بهاد 7 لي سلايد. كونتينيو. هو دابا راه كيكري لي لي سلايد ديال البريزونطاسيون ديالي. صافي وبكل بساطه ها هي البريزونطاسيون ديالي واجده فيها 7 ديال لي سلايد. كيبقى لي غير نفيناليزيها. الا كانوا بغيت ناجوتي هنا شي ارقام ولا نبدل شي حاجه كما قلت لكم اسهل طريقه كرييت باي تشات جي بي تي. دونك هذه هي الطريقه. الا كانت عندكم شي طريقه اسهل منها او لا افضل منها بارطاجيوها معايا في لي كومونتير لتعم الفائده. وشكرا للمتابعه ديالكم.